التحضير. هناك فالنتينا كابلينكوفا من أوزبكستان في الممر الرابع. نريد أن نشاهد تصفية بطريقة جيدة للبطلات المشاركات. كيف سيأتي الأداء؟ ينطلق هذا السباق، سباق 100 متر حواجز للسيدات. من هي الأولى؟ من هي الثانية؟ من بعيد ومن قريب الصين، الصين تدخل بسهولة. 13 ثانية زمن هذه التصفيه. نعم، كما قلت لك عثمان، الصين وكوريا وأوزبكستان تتأهلان إلى نهائي 100 متر حواجز، فالصينية أنجزت رقم جيد في هذه نصف النهائي الأول، ولا ننسى الكورية كذلك كانت قوية، كانت قوية جدا. ودخلت الثانية. نعم دخلت الثانية، فعلى ما يبدو بأن المنافسة تكون قوية جدا ما بين كوريا والصين في المشي، وواحدة في القفز بأزانة. بداية برونزية. نعم برونزية لحد الآن حصلوا على البرونزية. نعم صحيح. حتى كان قاسين معاهم في المشي، كان المفروض ان تكون ذهبيه ولكن كانت برونزيه. ف ممكن ان تكون ميداليه من الميداليات الثلاثه في ال 100 متر حواجز. نعم. اذا انتهينا من التصفيه الاولى، سنستعد للتصفيه الثانيه على مستوى هذا التخصص، لكن هناك سنتواصل مع نهائي القفز بالزانه للسيدات وكذلك نهائي رمي القرص للرجال. اليوم سيتم توزيع 4 ميداليات ذهبيه نتابعها نشاهدها. اذا البطله وو تاهلت، جونغ الكوريه تاهلت، الاوزبكينيه تاهلت.